لم يعد مطلب الحق في العمل هو ما يشغل بال الفلسطينيين في لبنان فحسب، بل أضيفت إليه أزمة التعليم في مدارس الأونروا وفي المدارس الحكومية اللبنانية. أما أسبوع الغضب العاشر في مخيم عين الحلوة في صيدا فاقتصر على اعتصام أقيم بعد صلاة الجمعة. العامل الفلسطيني الآن عم يستثنى من المطالبة بالإجازة بشكل غير رسمي، لكن إحنا اللي بدنا إياه أنه يصير في موقف رسمي من السلطات اللبنانية بإصدار استثناء للعامل الفلسطيني أنه يستثنى من إجازة العمل لخصوصية الوضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان. سلمت هيئة العمل الفلسطيني المشتركة مذكرة تحمل المطالب الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين في لبنان للتأكيد على نيلهم الحقوق المدنية والإنسانية وحق التملك وحق العمل بما فيها استثناء الفلسطيني من إجازة العمل، لأن هذه مسألة إنسانية لا يمكن أن تمر هيك وتثبت على الفلسطينيين. لا يخفي اللاجئون في كل المخيمات إحباطهم من كيفية رد الدولة اللبنانية على مطالبهم، وكذلك عدم جدية الفصائل في الإسراع لإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم. قالها كثير من الوزراء على الفلسطينيين أن يبحثوا عن أماكن أخرى يعيشون فيها يعملون فيها، وهذا قمة العنصرية نعتبره، فقضيتنا هي قضية العرب جميعا وليست قضية فلسطين وحدهم. وفي ظل الخوف من تراجع وتيرة المظاهرات وتمرير قانون العمل على الفلسطينيين، يؤكد البعض أن الأيام القادمة ستشهد تحركات على الأرض ربما تفاجئ كثيرين. يدرك الفلسطينيون أن المظاهرات والاعتصامات لا تشكل مفاتيح الحل، لكنها الطريقة الأمثل كي يبقى صوتهم مسموعا. حنان عيسى الغد من مخيم عين الحلوة صيدا.